للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مارينا سامي، مديرة وحدة الإعلام في مؤسسة ماعت والمنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية. بداية وبعد التحية، كيف تتابعين وتشاهدين الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية؟ مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. طبعا احنا بنقدر جهود الهيئه الوطنيه للانتخابات بكل الاجراءات وبكل القواعد اللي هي قدمتها لسير العمليه الانتخابيه. كمان احنا في ائتلاف نزاهه بنتابع جميع مراحل العمليه الانتخابيه، وتابعنا مرحلة تصويت المصريين في الخارج من خلال المتابعين الدوليين الأعضاء في الائتلاف في 34 دولة. كمان المتابعين الدوليين بدأوا وصولهم للقاهرة من النهاردة، ويوم 7 ديسمبر إن شاء الله يكون اكتمل عدد المتابعين الدوليين. خلال الفترة القادمة عملية المتابعة بتاعتنا إن شاء الله هنتابع في 10 محافظات، هنزور حوالي 2400 لجنة فرعية من أصل 10,000 لجنة على مستوى الجمهورية، يعني حوالي 24% من عدد اللجان الفرعية الموجودة في مصر. كمان هيتم تقسيم المتابعين الدوليين الأعضاء في الائتلاف على 16 فرقة، كل متابعة من المقرر حوالي 25. ما تم رصده يعني من خلال ائتلاف نزاهة لمراقبة وضمان سير العملية الانتخابية في تصويت المصريين بالخارج، يعني أهم هذه الملاحظات وما تم رصده من ائتلاف نزاهة؟ طبعا احنا ائتلاف تبع ايام الانتخابات 2 و3. نعم استاذة مارينا، يعني الصوت غير واضح، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذة مارينا سامي، مديرة وحدة الإعلام في مؤسسة ماعت والمنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة. شكرا جزيلا لك.